السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا وجو، معكم أيمن أهلهلي في فقرة ناو نيوز. ننتقل لأهم التفاصيل. أما بالنسبة للصعيد المحلي، استهلاك 1.6 مليون اسطوانة غاز بسبب المنخفض الجوي. امرأة كويتية تقتحم بيت زوجها ليلة عقد قرانه على الزوجة الثانية بطريقة غريبة، وإليكم أبرز التفاصيل موثقة بالصور. ما في مجال اقتحام. ومعنا خبر على المستوى المحلي، خطأ طبي من طبيب طوارئ يؤدي بحياة 30 في مستشفى في الرمثة. صراحة مش عارف شو أحكي، شو أعبر، يعني أنت يعني هل هو إهمال ولا هل هي واسطة؟ يعني أنت بتتعامل مع روح بني آدم، إذا مش مقدر الأمان اللي بين إيديك، يعني بصراحة. ودراسة غريبة من نوعها، 500,000 أردني يحملون اسم محمد. ومواطن أردني في مدينة الطيبة في إربد يقتل زوجته وابنه وابنته ويتهم الشيطان، كيف؟ كيف؟ الشيطان مش أنا. ما لي دخل. وأنا استمر معكم في أخبار اليوم. أما بالنسبة للجانب الرياضي، كريستيانو رونالدو CR7 يحصل على جائزة الكرة الذهبية للمرة الرابعة. وفي عالم التكنولوجيا، شركة نوكيا ستطلق في مطلع 2017 نوع جديد من الهواتف الذكية باستخدام نظام الأندرويد. يعني فعليا فيك تتخيل أنه تليفون جالكسي بس بهاي النغمة. يا سلام. انتهت فقرتنا لليوم، يعطيكم ألف عافية متابعين ناو جو، بالأخص ناو نيوز. يعطيكم ألف عافية، كان معكم أيمن هلهلي.